بسم الله الرحمن الرحيم. لغة فرنسية سنة أولى إعدادي. نستأنف مع الصفحة رقم 16 أتولي فيديو pour les jeunes maghrébins. قبل التطرق للأسئلة المذكورة أسفل النص، ربما هناك بعض الأسئلة الأخرى التي يمكن أن تطرح. مثلا que représente le dessin، que représente le dessin، ماذا يمثل الرسم؟ طبعا كما نرى بأن هناك ثلاثة كراسي مرسومة، إذن ماذا يمثل الرسم؟ إذن ممكن أن نقول le dessin représente des fauteuils. Le dessin représente، إذن الرسم يمثل des fauteuils. طبعا les fauteuils مقصود بها كراسي بدراعين وبدار بالنوع الذي نرى مرسوما. Le dessin représente des fauteuils. إذن الرسم يمثل كراسي. إذن que représente le dessin، ماذا يمثل الرسم؟ Le dessin représente des fauteuils. الرسم يمثل كراسي. Comment appelle-t-on ces fauteuils؟ كيف نسمي هذه الكراسي؟ طبعا ces fauteuils sont ceux de metteurs en scène de cinéma. إذن هذه الكراسي هي لمخرجي الأفلام السينمائية. ثم que pouvez-vous en déduire؟ ماذا تستنبط منها؟ ثم que pouvez-vous en déduire؟ En déduire، ماذا يمكنكم أن تستنتجوا منها؟ Que pouvez-vous en déduire؟ ماذا يمكنكم أن تستنتجوا منها؟ إذن طبعا في الجواب نقول on peut en déduire، يمكن أن نستنتج منها que le texte a un rapport، يعني بأن النص له اتصال، بأن النص له علاقة avec le cinéma، بأن النص كما رأينا له علاقة بالسينما. ثم دو إيتيغي سو تكست، من أين أخذ هذا النص؟ من أين اقتطف هذا النص؟ إذن لو تكست إيتيغي دو نيميرو 94 دو لا روفي ماروكان تال كيل. لو تكست إيتيغي دو نيميرو 94 دو لا روفي ماروكان. إذن النص مستنبط أو مقتطف من العدد 94 للمجلة المغربية تل كيل. كما نقول كما هو، تل كيل، تل كيل يعني كما هو، المقصود الخبر كما هو. هذه تسمية الصحيفة. داتي دو 27 سبتمبر او ماردي 3 اكتوبر 2003، اذا نتكلم عن مجلة اسبوعية. اذا داتي دو 27 سبتمبر، اذا هي مؤرخة ل 27 شتنبر او ماردي 3 اكتوبر 2003 الى الثلاثاء 3 اكتوبر 2003. ثم دو كال سوجي تخيط تيل، دو كال سوجي تخيط تيل، لأي موضوع هي تناقش، لأي موضوع تعالج. إذن ما هو الموضوع الذي تعالجه هذه المقالة؟ إذن إل تخيط دو سينما، هي تعالج السينما، طبعا تعالج موضوع سينمائي. ثم كال سون لي بيي كي اون بينيفيسيي دو سات اتولي، إذن من هم الدول الذين كيون بينيفيسيي، الذين استفادوا، كيون بينيفيسيي، الذين استفادوا دو سات اتولي، من هذه الورشة. إذن ما هي الدول التي استفادت من هذه الورشة؟ كيل سون لي بيي كيون بينيفيسيي دو سات اتولي. طبعا كلمة اتولي من حيث الأصل تعني ليو دو ترافاي دي زارتيست دي زوفغي، نتكلم عن مكان عمل الفنانين، ثم دي زوفغي ثم هو مكان عمل العمال، او نتكلم ايضا عن جروب دو ترافاي، او نتكلم عن جروب دو ترافاي، نتكلم عن فريق عمل. اذا كلمه اتولي التي تعني ورشه تقريبا، اما تعني مكان عمل الفنانين او مكان عمل العمال، وتعني ايضا فريق العمل. إذا نتكلم عن جروب دو ترافاي، فريق العمل أيضا يمكن أن نسميه أتوليي. إذا كيل سون لي بيي كي اون بينيفيسيي دو سات أتوليي، إذا كيل سون لي بيي كي اون بينيفيسيي دو سات أتوليي، إذا من هم الدول الذين استفادوا من هذه الورشة؟ طبعا لي تخوا بيي كي اون بينيفيسيي دو سات أتوليي سون لو ماروك لا تونيزي إي لالجيري. لي تخوا بيي كي اون بينيفيسيي دو سات أتوليي سون لو ماروك لا تونيزي إلى الجيري. إذن الدول الثلاث الذين استفادوا من هذه الورشة
هم المغرب، تونس والجزائر. ثم عندنا في أسئلة جو ديفلوب، أنا أطور. كيل ليفينمون رابورتي دون سو تيكست؟ كيل ليفينمون رابورتي دون سو تيكست؟ ما هو الحدث الوارد في هذا النص؟ ما هو الحدث الذي أورده هذا النص؟ ما هو الحدث الذي تحدث عنه هذا النص؟ إذن في الجواب نقول il s'agit d'un atelier vidéo nommé 1 minute movie. إذن يتعلق الأمر بورشة فيديو نومي تسمى 1 minute movie، دقيقة فيديو واحدة. ثم كي أورغانيزي cet atelier؟ Quand a-t-il été organisé؟ كي أورغانيزي cet atelier؟ من الذي نظم هذه الورشة؟ كي أورغانيزي cet atelier؟ من الذي نظم هذه الورشة؟ Quand a-t-il été organisé؟ متى هي نظمت؟ إذن في الجواب نقول cet atelier a été organisé par la Fondation européenne de la culture et la Fondation 1 minute movie. إذن هذه الورشة cet atelier a été organisé par la Fondation européenne، يعني أن نظمت من طرف المؤسسة الأوروبية للثقافة et la Fondation 1 minute movie، ثم مؤسسة دقيقة فيديو واحدة. هذه المؤسسات هي التي نظمت هذه الورشة، طبعا مع مؤسسة مرشد. il a été organisé du 9 au 15 septembre 2003. إذن هي نظمت انطلاقا من 9 شتنبر إلى 15 شتنبر 2003. quand a-t-il organisé؟ متى هي نظمت؟ كما قلنا il a été organisé du 9 au 15 septembre 2003. إذن كما قلنا il a été organisé du 9 au 15 septembre 2003. هي نظمت انطلاقا من 9 إلى 15 شتنبر 2003. ثم عندنا quels sont les temps utilisés؟ ما هي الأزمنة المستعملة؟ quels sont les temps utilisés؟ ما هي الأزمنة المستعملة؟ justifie leur emploi، استدل على استعمالهم، برر وجود هذه الأزمنة. quels sont les temps utilisés؟ ما هي الأزمنة المستعملة؟ justifie leur emploi. كما نقول قل لنا لماذا استعملت هذه الأزمنة في هذا النص. les temps utilisés sont، إذا الأزمنة المستعملة هي l'imparfait de l'indicatif، إذا نتكلم عن l'imparfait، كما في مثال il s'agissait. ثم le présent du conditionnel il faudrait، إذا ثم زمان le présent du conditionnel il faudrait. ثم le passé composé de l'indicatif كما في حالة ils ont été encadrés et conseillés. ثم كما في حالة se sont engagés. إذا نتكلم عن le passé composé de l'indicatif. ثم le temps le plus employé. ثم le temps le plus employé est le passé composé. le temps le plus employé الزمن الأكثر استعمالا est le passé composé، يعني هو le passé composé. لماذا؟ qui exprime une action passée achevée. qui exprime الذي يعبر عن une action passée achevée. هو يعبر عن فعل ماضي achevé، يعني أنه انتهى. هذا الفعل لم يعد مستمرا، هذا الفعل انتهى في الماضي لم يعد مستمرا في الحاضر. ثم في السؤال الرابع qui encadre cet atelier، من الذي يؤطر هذه الورشة؟ طبعا كما رأينا المخرجين. qui encadre cet atelier، من الذي يؤطر هذه الورشة؟ ثم quelle est la nationalité de ces personnes؟ quelle est la nationalité de ces personnes؟ ما هي جنسية هؤلاء الأشخاص الذين يؤطرون الورشة؟ إذا من كان يؤطر الورشة؟ ثم ما هي جنسية الأشخاص المؤطرين للورشة؟ إذا كما نقول cet atelier est encadré par des réalisateurs de trois pays. إذا cet atelier، هذه الورشة، est encadré par des réalisateurs de trois pays. إذا هذه الورشة كانت مؤطرة من مخرجين
هذه الورشة كانت مؤطرة أو أنها أطرت من طرف مخرجين من الدول الثلاث. Cet atelier était encadré par des réalisateurs d'autres pays. إذن هذه الورشة أطرت بمخرجين من الدول الثلاث. فريدة باليزيد ماروك، طارق تكيا الجيري، ثم الطاهر بن قديفة تونيزي. إذن هذه أسماء المخرجين الذين أطروا الورشة ثم جنسياتهم. ثم عندنا كيل سون لي ديفيرونت فاز دو برودكسيون دان فيلم دابخي سيت ارتيكل. كيل سون لي ديفيرونت فاز دو برودكسيون دان فيلم دابخي سيت ارتيكل. إذن ما هي مختلف مراحل إنتاج فيلم؟ طبعا عندما نريد أن ننتج فيلم هناك مراحل. إذن ما هي هذه المراحل المختلفة لإنتاج فيلم؟ لإنتاج فيلم، ولكن من خلال ما ذكرته المقالة، من خلال ما ذكرته المقالة. إذن دابخي لارتيكل، من خلال المقالة، لي ديفيرونت فاز دو برودكسيون دان فيلم، إذن مختلف مراحل إنتاج فيلم سون هم. إذن مختلف مراحل إنتاج فيلم سون يعني هم لي ديفيرونت فاز دو برودكسيون دان فيلم. مختلف مراحل إنتاج فيلم سون يعني هم l'écriture du synopsis, إذن كتابة سينوبسي، ثم du scénario, c'est-à-dire l'écriture du scénario, puis son découpage, ثم تقسيمه كما قلنا، ثم tournage et montage, كما رأينا فيما سبق، ثم tournage et montage du film. إذن هذه مراحل إنتاج الفيلم. À noter que le synopsis كما قلنا فيما سبق، à noter كما نقول للتذكير. كولو سينوبسي، بأن كلمة سينوبسي كما ذكرنا في المسابق ديزين لو ريزومي كوندونسي دو سيناريو. إذا نتكلم عن ريزومي كما نقول ملخص، كوندونسي كما نقول بأنه مضغوط كأنه مجمع. طبعا نأخذ السيناريو ككل ثم نضغطه في ملخص صغير. ونصغره في ملخص صغير. لو سينوبسي كي ديزين الذي يدل او يدل على لو ريزومي. لو ريزومي المقصود ملخص، كوندونسي كما نقول بانه مضغوط دي سيناريو. اذا نتكلم عن ملخص مضغوط لي سيناريو، اذا ناخذ هذا السيناريو ثم نضغطه في هذا الملخص، المقصود اننا نختصره في ملخص صغير. اذا هذا الذي كما قلنا يسمى سينوبسي. Il décrit, يعني أنه يصف، عندنا لو فيرب ديكخير، il décrit les grandes lignes de l'histoire. إذا هاد الملخص الصغير الذي يسمى سينوبسي، il décrit، يصف ماذا؟ les grandes lignes de l'histoire. يعني أنه يصف الخطوط العريضة، عندنا هنا الخطوط الكبيرة، المقصود الخطوط العريضة، المقصود أنه يصف الأفكار الرئيسية بمعنى آخر دو ليستواغ للقصة. إذا نأخذ هذه القصة التي سنمثلها بهذا الفيلم ثم نختصرها في أفكار كبيرة، ثم أن هذه الأفكار بعد ذلك ستتفرع عنها مجموعة مشاهد. إسكيس لي برانسيبو بيرسوناج إي لور إيفوليسيون. إسكيس، طبعا كلمة إسكيس كاسم تعني مخطط إجمالي، لكن الذي عندنا هنا عندنا لو فيرب إسكيسي. إذا نتكلم عن سينوبسي كي إسكيس، إذا نتكلم عن هاد الملخص كي إسكيس الذي يجمل، كما نقول الذي يجمل ماذا؟ لي برانسيبو بيرسوناج إي لور إيفوليسيون. إذا هو يجمل أهم الشخصيات وتطورها في الفيلم. إذا هاد الملخص الصغير الذي يسمى سينوبسي هو يجمل أهم الشخصيات. إذن il esquisse يعني أنه هو يجمل les principaux personnages، يعني أنه يجمل أهم الشخصيات et leur évolution وتطورها. نتكلم عن شخص مثلا مجرد عامل، ثم نذكر في الفيلم كيف تطور به الحال ليصبح مدير شركة أو رئيس دولة أو زعيم ما. إذن نتكلم عن تطور الشخصيات. إذن نتكلم عن هاد سينوبسي كي إسكيس،
الذي يجمل، يجمل ماذا؟ لي برينسيبو بيرسوناج، يعني انه تيجمل اهم الشخصيات. اما الشخصيه الثانويه فلا يتطرق لها، بل هي تاتي بعد ذلك. اذا كي اسكيس لي برينسيبو بيرسوناج اي لور ايفولوسيون، كي اسكيس لي برينسيبو بيرسوناج اي لور ايفولوسيون. نتكلم هنا عن ملخص صغير لفيلم يجمل اهم الافكار العريضه، يجمل اهم الافكار الرئيسيه، ثم يجمل اهم الشخصيات التي سيتضمنها الفيلم وتطورات هذه الشخصيات. sans entrer dans le détail، دون الدخول في التفصيلات، يعني ان تلك التفصيلات الدقيقه يتركها لما بعد. اذا دون الدخول في التفاصيل، طبعا التفاصيل الثانويه تبقى لما بعد. sa longueur peut varier de quelques lignes à plusieurs pages. اذا طبعا رغم انه مختصر، رغم اننا نتكلم عن سينوبسي، نتكلم عن مختصر فيلم، sa longueur، اذا هنا طوله، peut varier، يمكن ان يتغير، peut varier، يمكن ان يتغير، de quelques lignes، de quelques lignes، من بدا سطور، à plusieurs pages، الى عده صفحات. طبعا حسب اهميه وتفاصيل الفيلم، sa longueur، اذا طول هذه الكتابه المختصره التي تسمى سينوبسي، اذا طول هذا المختصر، طول الملخص يتراوح من بضعه سطور، اذا sa longueur peut varier de quelques lignes à plusieurs pages، طول الملخص يمكن ان يتراوح بين بضعه سطور الى عده صفحات. اذا لو سينوبسي est ensuite développé dans le scénario. اذا هذا الملخص، اذا لو سينوبسي est ensuite، يعني انه فيما بعد، développé، يعني انه يتطور، يمكن تطويره، dans le scénario، في المشهد. اذا طبعا عندما ناتي الى تصوير الفيلم، عندها تظهر مشاهد ثانوية وتفاصيل أخرى. وكما نلاحظ بأن هذه التظاهرة الفنية التي أطرتها مجموعة من الشخصيات السينمائية المعروفة والتي لها وزنها والتي أفضت إلى نتائج مذكورة في هذا النص، هذه التظاهرة التي كانت لها نتائج معينة، طبعا بعد أن تمت هذه التظاهرة تم كتابة هذا التقرير الذي أمامنا. طبعا كما نلاحظ بأن هذا المقال نشرته جريدة تلكال، إذن هذا المقال يعبر عن تقرير تم بعد أن تم النشاط المذكور. إذن كخلاصة يمكن أن نقول dans le compte rendu de presse، إذن في تقرير الجريدة، le journaliste، إذن الصحفي، informe يعني أنه يخبر، le journaliste informe يعني أن الصحفي يخبر، le lecteur يخبر القراء، sur des événements يعني أنه يخبر القراء حول أحداث important، يعني حول أحداث مهمة. il doit être objectif، il doit être objectif، يجب أن يكون موضوعي، يخبر بتفاصيل الحدث كما هو دون زيادة أو نقصان. il doit être objectif، يجب أن يكون موضوعي، et rapporter fidèlement les faits، وأن يريد بأمانة وإخلاص لفي الأحداث، يجب على الصحفي أن يروي الأحداث بإخلاص وأمانة دون زيادة أو نقصان. أحيانا il commente، أحيانا هو يعلق، يعني أن الصحفي يمكن أن يعطي رأيه حول هذه الأحداث. إذن parfois il commente ces événements، أحيانا هو يعلق على هذه الأحداث، et en présente، ثم يقدم لها l'intérêt et les objectifs، ثم يقدم لها الفوائد والأهداف. يقول لنا مثلا بأن هذه التظاهرة لها هدف كذا وكذا، أو لها نتائج كذا وكذا، تماما كما حدث مع التقرير الذي تطرقنا له، حيث نرى في آخره il faudrait encourager les bonnes initiatives de ce genre. إذن كما نلاحظ بأن الصحفي أعطى رأيه هنا، ماذا قال؟ قال يجب تشجيع المبادرات الجيدة من هذا النوع. il faudrait encourager les bonnes initiatives de ce genre. إذن هذا رأي الصحفي.
كما يراه. إذن كما قلنا dans le compte rendu de presse, le journaliste informe les lecteurs sur des événements importants, il doit être objectif et rapporter fidèlement les faits. Parfois, il commente ces événements et en présente l'intérêt et les objectifs. نستكمل في الحلقة القادمة. حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.